أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في آخر حلقة من حلقات برنامج امتداد ملكوت الله. وأنا اخترت أن تكون الحلقة الأخيرة هي عن الكنيسة، الكنيسة كما يراها المسيح. ده عنوان حلقتنا، إزاي يسوع، إزاي الرب شايف الكنيسة بتاعتنا. الكنيسة هي مجموعة المؤمنين، ده تعبير متداول وسط المؤمنين وفي كل مكان. الكنيسة هي جماعة المؤمنين مفدية بدم الرب يسوع، هي جماعة قررت أنها تعيش لهذا الإله فكونوا هذه الكنيسة. لكن الكنيسة دي غالية على قلب ربنا جدا، والكنيسة دي فداها بدمه، الكنيسة دي عمل علشانها أمور كتير. عشان كده النهاردة في الحلقة دي عايز أقول لكم بعض الحاجات من خلال كلمة الله بتقول الكنيسة اللي عايزها المسيح شايفها إزاي، ربنا شايف الكنيسة إزاي. الحاجة الأولانية، الكنيسة هي جسد المسيح، وده موجود في أفسس 1 عدد 22 و23. بيقول كده، الكنيسة التي هي جسده، هي دي الكنيسة، هي جسد المسيح، هي الشخص اللي بيتألم زي المسيح، الشخص اللي عايش زي ما عايش المسيح. ولأنها جسد المسيح فهي كيان المسيح، فهي حتة منه. عشان كده هو وصفها بالجسد اللي لما بيتألم عضو بيتألم باقي الأعضاء. يسوع المسيح هو رأس الكنيسة ورأس الجسد، وكلنا أعضاء في هذه الكنيسة بأجساد. عشان كده لما الكتاب اتكلم عن أنه الإيد أو الرجل لما تأنه لما تتعب لما تتألم يتألم الجسد كله. الرب يسوع اختار أن يكون جسد المسيح هو الكنيسة، لأنه في هذا الجسد في تنوع بين أعضاء مختلفة، لكن في وحدة أن يربطها جسد واحد هو رأس الكنيسة المسيح. الحاجة التانية اللي شبهها الكتاب واللي شايفها المسيح في الكنيسة هي عروس المسيح، وده موجود في أفسس 5، نص بيتقري وبيتوعظ في كل الأفراح والمناسبات الجميلة، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. وكأنه بيقول أن المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس. وهذا التشبيه تشبيه رائع، لأنه بيقول أن المسيح عندما قرر أن يحب عروسه أسلم نفسه لأجلها. ودي مش مجرد خطبة ولا زواج، ارتبط يسوع بالكنيسة ارتباطا وثيقا، ارتباطا عظيما، ارتباط قوي لدرجة انه مات علشانها. هو مفيش عريس بيموت عشان عروسته، مفيش زوج بيموت عشان زوجته، لكن عندما أوصى أن نحب أزواج زوجاتنا كما أحب المسيح الكنيسة، شبه التشبيه وقال أحبوهم كما أحبهم المسيح وبذل ومات لأجل عروسه ولأجل كنيسته. ثم أيضا الكنيسة هي مسكن الله، المكان اللي بيرتاح فيه ربنا، المكان اللي بيحس فيه الله بالراحة، اللي لما ندخل في الكنيسة نقول هو محضر الله. عارفين محضر الله؟ معناها مسكن الله. بيتكلم في بطرس الأولى أصحاح 2 عدد 5 و6، كونوا أنتم مبنيين كحجارة حية كهنوتا مقدسا. ويتكلم عن يسوع المسيح هو حجر الزاوية. لما يتكلم عن مسكن الله، لما يتكلم عن الكنيسة اللي بندخل نقول عنها هو حضور الله، احنا دائما في هذا المسكن، احنا دائما في هذا الحضور، لا نغيب ابدا عن هذا الجزء من التشبيه الرائع عن الكنيسة. لكن اخيرا، الكنيسة هي عائلة الله. كل واحد فينا بيستمتع بوجود جزء من العيلة حواليه، حاجة اللي بيسموها الفاميليار، اللي كل واحد فينا لما بيبقى مسنود مبسوط حاسس بالدفء جوه عيلة واحدة، إنه دول مجموعة بيحبوا بعض ينتموا إلى رب هذه العائلة ورأس هذه العائلة. في يوحنا الأولى 3 عدد 1 و2 بيقولوا انظروا آية محبة أعطانا الله الآب حتى ندعى أولاد الله. انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. معنى إيه؟ معنى أنه إحنا ولاده، إحنا عيلته، إحنا المفديين بدمه، إحنا الأشخاص اللي عمل علشانهم كل ده، فإحنا عائلة المسيح. في نهاية هذه الحلقات، في نهاية هذا البرنامج، عايز أقول لكل واحد فينا، الامتداد في الكنيسة أمر مهم. الكنيسة في العالم موجودة لخدمة هذا العالم ولخدمة هذا المجتمع، لكي ما تؤثر فيه وتعمل فيه وتنمو فيه وتمتد إلى كل المحتاجين،
وإلى كل البسطاء وإلى كل المهمشين وإلى كل المحتاجين. ربنا يبارككم، منتظرين أسئلتكم على الويب سايت الموجود على الشاشة، وربنا يستخدمكم، وإلى الأمام وإلى الامتداد.